معانا النهارده الباشمهندس محمد المختص بطريق اللي هو الفرعي في الطريق الاقليمي من طرق القادسيه، يعني احد طرق القادسيه. هيحكي لنا قصه المعدات اللي شغاله والناس المتضرره، وهنشوف الوضع عامل ايه. ازيك يا باشمهندس محمد؟ عامل ايه يا فندم؟ ايه حضرتك القصه بقى وكده؟ باشمهندس وائل سمير كان قال لنا ان المعدات هتقف يعني ومش هيشتغل دلوقتي غير لما نقعد مع الملاك ونشوف الوضع عامل ايه. لما حضرتك القصه بتاعت الملاك دي، انا سامعين يعني ان الجيش قال لهم ان اللي معاه عقود خضراء الموثقه يعني وشال من جمعيات معتمده وكده، دوت اللي هيعوضوه عن الضرر اللي هيعوضوه عن الضرر. ممكن يدوا له قطعه بديله او فلوس او كده. لازم يبقى شاري من شركه معتمده او وضع معتمد. طب بالنسبه للطريق ده يا فندم اللي احنا شايفينه قدامنا والمعدات لسه شغاله، هيبقى وضعه منين لفين؟ هو 13 كيلو من عند اول الطريق دوت الاقليمي لحد طريق الاسماعيليه. 13 كيلو، طريق 13 كيلو بعرض قد ايه يا فندم؟ بعرض 60 متر. 60 متر. ويبقى في طرق خدمه، ممكن يبقى ليها طرق خدمه توسعات مثلا 10 متر طرقين، يعني نقول مثلا 80، طريق 80 بالخدمات بتاعته. اللي بيجي ينسى بيقولك 100 متر. 100 متر. علشان مثلا لو هيعمل جزيره هيعمل طريق طمان للارض او الكلام ده. طب بالنسبه يا فندم في طرق ثانيه غير الطريق دوت ولا هو الطريق ده بس؟ لا، هنا في المنطقه دي في ورا هنا كده بعد 3 كيلو في طريق ثاني بيتعمل، اللي هو بعد 3 كيلو من الطريق دوت في طريق ثاني بيتعمل. يا جماعه احنا دلوقتي بعيد عن شارع السور الوردي بحوالي 300 او 400 متر. فاحنا دلوقتي هنا الطريق دوت معمول بعرض 80 متر او 60 ل 80، وفي طريق تاني ان شاء الله بعده ب 3 كيلو كمان جوه القادسيه غير الخدمات بتاعته، يعني برضه هيبقى الطريق التاني ده كمان يا باشمهندس. هيبقى نفس القصه برضه. طب دي خدمات برضه للقادسيه كلها؟ التخطيط بتاع الجمعيات ما اعتمدش تخطيط الجمعيات. هو بقى بيخطط نفسه طبعا، اللي معاه عقود خضراء زي ما حضرتك، هو بقى اللي ايه هيديله التخطيط بتاعه. طيب الطريق ده يا فندم محدد له انه يخلص امتى؟ لا، في اسرع وقت، لانه مدخلين كذا مقاول يعني محددين كذا مقاول وكذا شركه في الطريق هنا. في حوالي 6 شهور يكون خلصان. طب وفي تقسيمات تانية غير الطرق دي ولا هم الطريقين دول فقط؟ لغايه في تقسيم بالعرض مثلا كده، طريق بالعرض كده؟ انا حضرتك انا مش معايا البلان الكبير الرئيسي بقى. معاك الرئيسي معايا اكيد هينزل منه تفرعات. طبعا يا جماعه كل اللي احنا فيه ده اجتهادات، والباشمهندس محمد طبعا هو بيقول لي انا يعني معايش الحقيقه الكامله، بس احنا على قدر الامكان بنحاول نوعيكم ونوريكم الوضع عامل ازاي. وزي ما انتم شايفين على ارض الطبيعه الباشمهندس وائل سمير كان يتكلم معانا وقال لنا ان المعدات هتقف، واللي احنا شايفينه دلوقتي عكس الكلام، فمش عارفين الوضع هيقول ايه ان شاء الله. بس يعني الموضوع شكله مبشر بخير، بس هي يعني المشكله كلها في الناس اللي تضررت والاراضي بتاعتها اتاكلت هنا، محدش عارف لها هي من دي، ومش عارفين هيبقى الوضع عامل ازاي. لو الناس معاها عقود معتمده هياخدوا اراضيهم تاني. انا شايف هنا اراضي وعليها أراضي متقسمة فعلا. ناس كل واحد يحط ورق يافطة مثلا على أرضه أو الكلام دوت. إن هو يكون شاري من مكان مميز أو كان مكان معتمد يعني. طيب يا جماعة إحنا تعبنا، باشمهندس محمد معانا، نتشرف بحضرتك يا فندم، وألف ألف شكر لحضرتك. شكرا 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 شكرا، ربنا يجازيكم خير. كده احنا الحقيقه كلها بين ايديكم، وانتوا تقدروا بقى تقرروا بعد كده. اهم حاجه ان كل واحد ينزل يحط في ارضه يافطه يعرف عليها ان هو مثلا باسمه وتليفونه ومساحته، بحيث ان الناس تبقى عارفه راسها من رجليها.